الناس هادو راه كنشوفوهم ديما وكيف ما كنقولوا راه كيتزادوا، لان علاش ملي ما كتبقاش مراعاه ديال الله، مراعاه ديال الله عز وجل في الافعال ديالك وفي التفكير ديالك وفي الحياه ديالك، كتقدر تولي دير اي حاجه. هاد الناس هادو ما عندهم لا ضمير، ما كيحسوش بالمعاناه ديال الناس اللي كيكونوا كيتسناو هذوك التبرعات وهذيك الهبه اللي كيتسناوها، كيجيو يستغلوهم وكيجمعوا على ظهرهم فلوس ديال بصح وكيكذبوا عليهم وكيبيعوا لهم الوهم. يعني انا مثلا غادي نحقق لك هذيك الامنيه ديالك، يا في دواء يا في عمليه يا في كرسي بالنسبه للناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، يا اي حاجه فيها مساعده ذاك الانسان محتاجها، كيعلق الامل على ذاك الانسان اللي خدعو اللي بيه لي بانه غادي يعاونو، وكيقول لي راه انا غادي نجمع لك من عند الناس، انا غادي نتكلف لك. في الاخر كيتنكر ليه وكيخليه عايش ديك الغصه ديال بانه تغدر، وداك الانسان خوابيه الناس اللي كيتنصب عليهم، اللي كيتعرضوا لعمليه النصب واللي كيجمعوا على ظهرهم تبرعات، ما كيخرجش للملا وكيعلن بان هاد الناس نصبوا عليه وداو فلوس على ظهره وما استفد هو من حتى شي حاجه، وكيبقاو دوك الناس هما اللي عطاو كيسحب لهم بان داك الانسان توصل بداك المساعده وبان الغرض تقتل هذاك الانسان في الوقت اللي هذاك اللي جا وتوسط، داك النصاب اللي توسط وداك عديم الضمير اللي توسط كيبقى عايش حياته عادي، ما كيتحاسبش. مجرد ان الناس كتحشم تقول انايا راه تعرضت للنصب او لا هذا الانسان نصب عليا، بالعكس الا جا واحد يهضر وثلاثه واربعه راه هاد الناس غيتحيدوا غيقلالوا، ما نبقاوش نخليهم يعيشوا الدور علينا، ما نبقاوش نخليهم يتكاثروا، ونحاولوا نوعاو، لان ماشي عيب منين توصل انت بيك انت غادي تضرب هذوك الناس وغادي تخلي اي واحد غيبغي يدير بحال هذا الشيء يفكر بزاف المرات عاد يقدر يدير هذا العمل هذا. هما اصلا فقراء في القلب ديالهم، فقراء في الشخصيه ديالهم، فاقد الشيء لا يعطيه. الانسان ما يتخباش مورا الدينار ولا في الجامع ولا في جمعيه ويبدا يطحن في خوته، لا داعي. بغيتي تشفر سير خرج لاكود قول انا شفار، اما باش غادي دير هذاك الستار ديال رجل شمعاوي ومناضل ورجل ديال احزاب وتبدا تطحن في خوتك، لا داعي. فهمتيني؟ انسان عاش من عرف قدره وما اكثرهم، هذاك راه محسوبه اللي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الى الشاهد فهمتيني، الى الشاهد راه احسن فهمتيني، كاينين الناس اللي في امس الحاجه الى الشاهد احسن، حيت المصداقيه فهمتيني ديال الوسيط المصداقية ما بقاتش. عيب عيب قدام أمام الله غدا يوم القيامة يتحاسب عليهم، ما خصوش يدير سميتو يدير أمل الآلهة، عطاك شي حاجة خص دير وكلفك دير مولاها، يديروا شي واحد اللي يتيقوا فيه، يكلفوا شي حد اللي يتيقوا فيه هو اللي باش يوصل لهم الأمل ديالهم ياخذوا فلوس، ماشي ما يتعاملوش مع منوالة، حيت كاين نصابة كاين ولاد الحلال وكاين ولاد كاين الناس اللي كيتعاملوا مزيان كاين الناس دي. هاد الناس هادي من الضمير ما عندهمش واحد الضمير واحد الاحساس بالانسان، ويعني هو كون غيوقع غيعيش هذيك الحاله غيعرف وغيحس بهذاك الاحساس اللي غيحس به هذاك المريض. الله يهديكم، وراه انتوما ماشي مغاربه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه راك ماشي مسلمين. ثالث حاجه ان هادشي يعني ما يتقبلوا لا العقل ولا المنطق.